هاي الكل، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. وانتم عم تشوفوا فيديو اليوم، انا ما بعرف اطلع هون ولا هون لانه هالكاميرا شوي غريبه اللي عم صور عليها، فجديده علي، فلهيك اذا شفتوا عيوني بتروح من هون وهون لانه لهلا ما بعرف وين بدي اطلع. بس انا عم بحكي معكم، انا نادرا لحتى رد، كثير احيان ما برد، كثير عالم بيحكوا علي، كثير عالم بيجيبوا سيرتي، كثير اشاعات بتطلع، كثير اخبار بتطلع، بس انا ما برد. ولكن اليوم حابة رد، اليوم انا حابة رد لانه جايز انا اليوم حاسة انه انا مظلومة، وانا دائما مرات بحس بهالاحساس بس بطنش وبقول الله في الله وخلص وبسكر على القصص وبركز بحياتي، وانا دائما حدا مركز بحياته. هاد سري انه انا ما دخلي بكل الكون، مركزة حياتي، اهلي، مجتمعي، الناس اللي انا يعني بهمهم ومهتمة فيهم، وشغلي ويوتيوب، يعني مركزة بنفسي، ما خص بكل شيء برا. ما يوم شفتوني عطيت رأيي بقصص، ما يوم شفتوني طلعت عملت موضوع بيثير الجدل، لحتى انه لا، شهرة الحمد لله، الحمد لله عندي شهرة كتير كتير، عندي من يعني رزق من رب العالمين، عندي محبة كتير من ملايين من العالم، عندي داعمين ملايين الحمد لله. ولكن اليوم بدي احكي لانه حسيت انه قلبي مليان جايز، وحتى البكي اللي بكيته بفيديو ستلا، الكتير عالم بيقولوا انه زيادة عن اللزوم، اوفر، معكن حق يمكن، يعني انا هلا لما بشوفه بقول او بحس انه لموضوع ستلا ممكن يكون زيادة عن اللزوم، بس انا مش من الشخصيات اللي بتبكي كل يوم، فلهيك بجمع كتير قصص بقلبي، ولما ببكي ببكي فرد مرة، وبكون يعني ما عم ببكي بس عن موضوع، بكون يعني هو هالموضوع اللي بخلاني ابكي، بس بكون كتير قصص اجت معه فطلعتها كلها بلحظة واحدة، فلهيك يمكن بكائي كان كبير مقارنة بيعني بانه ماتت ستلا، بس ستلا كمان بتعني لي، بس هو انه كتير قصص بنفس الوقت فاجت بمرة واحدة. هيك هاي شغلة. الشغلة الثانية اللي بدي احكيها، في عالم جايز بيقارنوا موضوع موت ستلا وبكائي على ستلا بانه انا انه ليه ما عملت فيديو بكيت فيه على الشهداء مثلا، على الاطفال اللي عم بتموت، هن بيقولوا هيك. قبل ما اجاوب على هذا حابة اجاوب على العالم اللي بيقولوا انه ليه نزلت فيديو هي بتبكي. انا كنور بشارك متابعيني كتير قصص، هي اول شيء، بس ما بحس من قبل نزلت لهم فيديو انا عم ببكي، فيمكن لهيك مستغربين، بس كمان يعني لانه انا بشارك لكم الفلوجات السفر وشغلات والحفلات والشغلات الحلوه، مش من حقي انه شارك لحظه انا كنت فيها محتاجه فضفض، لا، من حقي، وهي قناتي وهذا محتوى، وانا كصانعة محتوى، المحتوى اللي بقدمه غالبا هو بيكون يعني فلوجات لحياتي اليومية، فمن حقي انزل اي شيء بخص حياتي اليومية. وستلا مشهورة، ستلا معروفة، لهيك الفيديو صار ترند بكل الدول لانه متابعيني بيعرفوا ستلا. نرجع لموضوع الناس اللي بتقارن موت ستلا بموت شهداء وناس، وانه انا كيف بكيت هيك على ستلا بس انا ما بكيت هيك على الشهداء بفيديو. انا بدي اسال سؤال، الشخص اللي بيبكي هيك على كلبة مثل ما انتم بتقولوا كلبة، ما بيبكي على بشر؟ ما بيبكي على شهيد؟ ما بيبكي على طفل؟ يعني لهالدرجة انا حدا قلبه قاسي، ولك والله العظيم والله انه بلشت اسأل حالي انه وات، انه شككتوني بحالي انه هالدرجة انا حدا بلا قلب؟ طب انتو بتعرفوا انا شو الخير اللي بعمله؟ انتو بتعرفوا انا كم طفل مساعدة؟ انتو بتعرفوا انا كم شخص مساعدة؟ كم يتيم كافلة؟ لا، ما بتعرفوا. بتعرفوا ليش؟ لأنه أنا مش من الناس اللي بتصور، مع احترامي لكل حدا بيصور
ومع احترامي لكل شخص يمكن بينزل لحتى يحفز العالم انه تعمل، بس انا حدا ما بحياتي صورت لكم انا عم ساعد الناس. بس انا حابة اقول في شخص عمل فيديو قال بيقول فيه انا قال كتير اشياء، قال كتير اشياء. اولا قال انا بساعد امي وبعطي لامي. الله يوفق كل حدا يساعد امه ويعطي لامه ويبر باهله. بس انتو تعرفوا انا كنور مش بس امي وعائلتي، كم ام وعائلة تانية مساعدة بدون ما انشر. انا ما بنشر بس انا بعيش بمقولة اسمها او بتقول اعمل لدنياك كأنك تعيشه ابدا. انا بشتغل لدنيتي كتير، بشتغل 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 كتير بشتغل، ولكن اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لهيك انا بعمل كتير قصص بس ما بصورها لانه انا مش مقتنعة بفكرة انه صورها. بس تخيلوا معي انه هلأ انا بعمل فيديو بحكي لكم فيه عن كم شخص ويتيم وطفل وحدا ابوه شهيد او امه متوفية او انا مساعدته، ساعتها شو رح تقولوا عني؟ يلا ساعتها شو رح تروح شو رح تقولوا عن نور؟ ساعتها رح كون انا منافقة اللي بتحكي عن الخير لحتى تكسب حب العالم. الحمد لله انا حب العالم معي بدون ما اعمل كل هالشغلات، بس انا بعمل هالشغلات لنفسي لحتى اذا متت عندي شغلات بكتابي لاخرتي خير. بس ما بطلع وبقول عنه، ما بطلع وبقول انا عملت وساويت وهيك. انا بشارككم الشغلات السعادة الممتعة، السفر، الميك اب، شغلات الفن اللي بتسليكم، لانه هاي شغلتي. انا بقدم شيء بيسلي بيونس بيفرح وبس. الحمد لله الملايين اللي بتحبني لانه الله سبحانه وتعالى حاطط فيه سر، حاطط فيه شيء، حاطط فيه منجحني اكيد لانه قلبي منيح، لانه روحي من جوا منيحه، لانه بعمل كتير بس ما بحكي، ما بطلع وبقول انا عملت انا سويت. فاي شغله. الشغله الثانيه كمان اللي بدي احكي عنها جايز العراق وسوريا كمان. من اول ما بلشت لما حدا يسالني انت من وين اصلك بقول لهم انا من العراق اصلي. اوكي شو علاقتك بسوريا؟ انا تربيت بسوريا وبحب البلدين ودائما بقولها، دائما بقولها بس ما بعيد وبكرر وبلت لانه ما في داعي، يعني ما في الى يعني ظرف معين. بس لما حدا يسالني او انا لما بدي اقول بقول ليش، لان انا بحب بلدي. ما عندي شيء يحسسني انه انا يعني اذا كنت من هالبلد مش من العالم. بس ما قلت انا من امريكا لحتى امريكا استفاد منها وتعطيني وهيك. ما قلت انا من هولندا لانه والله هولندا حتجيب لي بزنس وشغل اذا عرفوا انه انا منه. لا انا صريحه مع حالي، انا من العراق اصلي. اوكي تربيت بسوريا حاليا عايشه بامريكا. فشغلت اني ما احب العراق وما ادعم العراق وما ادعم بلدي شغله يعني ما لها معنى، مع انه انا بلدي اصلا. اتهجرت لكذا دوله بسبب الحروب اللي صايره بي والاوضاع اللي صايره بي، وما عشت بي وما استفادت لا من خيراته ولا من نفطه ولا من اي شيء بي. ويعني كل بلد ادخله لازم ابلش فيه من الصفر واتعب واسوي. وانا قصه حياتي هواي ما شاركتكم بها شيء لانه ما حبيت اشارك. يعني شاركت جزء من قصه حياتي مع يونسف لما كنت داخله بحمله مع يونسف لمساعده الاطفال واللاجئين. ساعتها شاركت جزء من قصتي حتى يحفزكم انه تساعدون الاطفال واللاجئين لانه ممكن ينجحون ويصيرون ناجحين ويقدمون شيء كبير ويساعدون نفسهم وعائلتهم ومجتمعاتهم. هاي شغله. فاللي يقول انه
نور ما تحب العراق. نور هاي اول وحدة نشرت، واللي متابعني على انستغرام بوقتها اول وحدة نشرت قلبي مع بلدي وشعبي وناسي. أنا أول وحدة نشرت صورة وسوي بها مكياج علم العراق. ساعتها هسا كل الناس صارت تنشر وسوي علم العراق وتلزم علم. أنا لما نشرتها كنت أول وحدة تنشرها، لأنه هذا الشيء اللي أعرف له. يعني أنا هذا الشيء اللي أقدر أعبر بيه، أعبر بالمكياج، أعبر بشغلات اللي أقدر بيها. تعرفون بوقتها شنو صار؟ بوقتها العالم اجتي قالت أوه حطيتي الهاشتاج وصورتك صارت رقم واحد بالهاشتاج، لأن صورتي عليها لايكات هواية، فصرت صارت رقم واحد بالهاشتاج وتردين تنشهرين بسبب هالقضية. مع انه انا اول وحدة حجت بالقضية، مو قضية سياسية. انا ما احكي بالسياسة نهائيا، السياسة مو موضوعي، سياسة مو اختصاصي، سياسة شي خوف، سياسة شي بشع، السياسة ما اي خاص فيها. بس انا لما احكي احكي عن شعبي وارضي، لما اقول قلبي مع شعبي وبلدي وناسي. لهذا السبب، مو لأنه محتاجة شيء، ولا لأنه بدي مصلحة، ولا لأنه محتاجة محبة زيادة. لا، الحمد لله اللي يحبوني يحبوني على أساسي، على السنين اللي تعبتها كلها. فهي شغلة. شغلة ثانية guys، أنا أشكر المحبين جدا، وأشكر الناقدين والكارهين همينة جدا. الناقدين أنواع، نوع ينقد بس يمكن يريد يعلمك، يمكن يريد عن جد يعطيك درس. وفي نوع ثاني، في النوع المنافق اللي مثلا يبعث لك رسالة انت ما بترد. انا ما برد، بعث لي رسالة ما رديت، كنت مريضة تعبانة، ما حبيتك، ما كان بدي احكيك، حرة انا ما بدي رد. فهون هو أخذ موقف، أو نور ما ردت علي، نور أنا بعثت لها رسالة قلت لها مثلا ما أعرف شو قال لي ما ردت علي، فأنا يعني خلاص بكرهها لنور، فبصير بحكي عنها. أوكي، في نوع تاني كمان بده مشاهدات، ولا وبالمشكلة بيقولوا إنه نور بده مش أنا بدي مشاهدات. أنا الحمد لله عندي مشاهدات مليارات، مش ملايين، مليارات. عندي فيديوهات عشرات. انا هلا من بكره اذا بنزل فيديو كل يوم عندي 15 فيديو لقدام، صورتهم من شهر 7. يعني انا عندي فيديوهات صورتها من شهر 7 لهلا مش منزلتها. فعندي فيديوهات كتير، عندي قصص كتير الحمد لله، مش وبجيب مشاهدات. يعني انا هذا الفيديو هلا بنزله بجيب مشاهدات الحمد لله، في عندي جمهور، في ناس تشوف، في ناس المحب والكاره بيشوف هذا الفيديو، حيشوفوا اللي بحبني وحيشوفوا اللي ما بحبني. ليش؟ لانه هي العالم بتشوف. الحمد لله اسمي انا نور بخلي العالم مركزه معي، كثير عالم مركزه معي، مع انه انا مش مركزه مع حدا، ومع انه انا بحياتي ما حكيت بموضوع مثير للجدل، ما حكيت بموضوع هيك فيه نار لحتى مثلا انا جيب هيك العالم تحكي فيه، ما عملته. في حدا عامل فيديو قايل فيه انه انا بشرب ستيلا ستاربكس، مي ستاربكس اللي سعره 5 دولار، ومي ستاربكس اصلا مجاني. فانا ولا وقايل يعني نور بتعطي كلبتها 50 دولار مي، وستاربكس المي عندهم مجاني. يعني في عالم بتالف قصص حتى نور انه تبين انه هي مبذره، او مثلا انه تصرف على كلبه هالقد بس مثلا ما بتتبرع لحدا. وانا اصلا ما بيعرفوا انا بشو بتبرع او شو عامله. لك انا اصلا اذا بحكي عن شو عامله يمكن تنصدم العالم، بس انا ما بجي بقول والله انا تبرعت بهالشي لهالطفل لحتى انتو تحبوني. شوفوني انا كتير محبوبه، انا كتير طيبه انسانه. لا، انا ما بعمل هيك بحياتي، ما عملت هيك. في واحد بيقول انا بشتغل وبتعب لحتى ابعت لامي. طب انت بتعرف انا مسؤولة عن مين؟ طب بتعرف انا شو بعمل لامي؟ بتعرف انت شو انا بعمل لامي واختي واخي، لعائلتي، لاصدقائي؟ بتعرف؟ ما بتعرف. بس انا بعمل يمكن اضعاف اللي انت بتعمله. انا وحدة من عمرها 7 سنين مسؤولة عن عائلتها. انا واحدة من
ما بحب احكي، انا ما ما انا لهلا ما عملت ارسم حياتي لانه ما بدي، حياتي كثير مليانه قصص، واذا بعملها يا اما بشيل كل هالقصص وبعملها حياه مثاليه وهيك بشيل منها كل الشغلات والتفاصيل وبعمل ارسم حياتي هيك انه عادي، يا اما بكون صريحه كثير وساعتها حشارك كثير قصص خصوصيه ما بدي شاركها، لهيك ما بعمل ارسم حياتي. يعني ما بدي شارك هالقصة هاي مع عالم مش جاهزة انا شاركها لهلا. بس ما بتعرف انت قصتي شو، شو الشغلات اللي مرقت فيها انا. يس انتو بتشوفوا هالنجاح اللي انا وصلت له، الحمد لله انا هلا عندي نعم ونجاح اكتر بكتير من مشاكلي الحالية، بس هالنعم اللي عندي اياها هلا كلها دفعت ثمنها من الماضي، كلها دفعت ثمنها من قصص مريت فيها بالماضي، كلها دفعت ثمنها من شغلات وتضحيات وا 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 وا. بس ما بحكي ما كتير قصص، ما بحكي، بحكي لكم تفاصيل هون هون. لما بيعملوا معي مقابلة بحكي قصة قصتين، لما بيعملوا معي لقاء بيسألوني سؤال بحكي شوي شوي. بس هو فكرة النجاح جايز، أنا حدا ناجح كتير الحمد لله، ناجح بتعبي بجهدي توفيق رب العالمين إلي، يمكن حظ كمان، في عالم بتقول لك حظ، يمكن الحظ اللي بيجي بعد تعب كتير. بس النجاح بيجي معه جايز ناس حاقدة على نجاحك بدون سبب، مع انه انت مش آذيهم، النجاح هذا مش اخذ من نجاحهم، مش سارق منهم شيء، بس بيجيب لك عالم يعني بيكونوا ليش انا ما نجحت وهي نجحت، ليش انا هيك وهي هيك، بيجيب لك عالم يعني مش كلهم طبعا، الحمد لله بيجيب لك محبين كتير وشغلات ايجابيه كتير ومحبه كتير ودعم كتير، بس مع هيك بيجيب لك ناس في قلبها سبحان الله. وبتعرف الله ليه ما بيوفقهم؟ لانه ما بيتمنوا لاخيهم اللي بيتمنوا لنفسهم. نحن عندنا نفس، ونفسنا اماره بالسوء، نفسنا اقوى، يعني الشيطان موجود يوسوس لنا، والنفس كمان النفس كبيره تاثيرها كبير علينا. فنفسك انت لازم تهذبها بكيف؟ تهذبها بانه لما نفسك تهمس لك، لما تشوف شخص ناجح انه اوه ماي جاد هذا عنده انا ما عندي، وتهمس لك لتحسده، انت ما تحسده، شو تقول؟ تقول لا، بينك وبين نفسك، انت بينك وبين حالك، ما بتحكي لحدا، انت بينك وبين حالك بتقول لحالك لا، هذا نجح الله يوفقه، انا كمان حانجح، وان ربي الله عند حسن ظن عباده فيه. فلما انت تقول هذا نجح انا حانجح الله يوفقه، رب العالمين دغري حيبعث لك نجاح، دغري حيبعت لك، حتى اذا مش دغري بعد فتره حيكتب لك شغلات بتجنن بحياتك، حتجيك شغلات بتجنن لحياتك لانه انت تحكمت بنفسك. للاسف في كثير عالم جايز بيكون فيهم شيء، بيكون في نفسهم شيء، في هيك في 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 بتطلع حدا انه ليه ناجح ليه، ولقوا بيحاولوا يلاقوا سبب يحكوا عنه، يعني بيحاولوا يلاقوا سبب يحكوا عنه. يعني انا ما عندي سبب بعطي للعالم، نادرا بعطي للعالم سبب، ما عندي سبب انه لا بحكي عن حدا، لا بسب حدا، لا بتخانق مع حدا، لا بتمشكل مع حدا، لا بحكي سياسة، لا بحكي رياضة، لا بحكي امور كتيرة يعني ما دخلي. فلهيك بحاولوا يشوفوا الشغلات البسيطة اللي تطلع لي، هي بس ابكيت على كلبتي، او ماي جاد بلا قلب، بكت على كلبتها بس ما بكت على ناس، بكت على كلبتها بس ما بكت على الشهداء، وهن ما بيعرفوا اصلا انا قديه بيكون او شو بيكون احساسي. ايه لاني ما بطلع وبقول، لانه اذا طلعت وقلت انه انا لا احساسي هيك تجاه هيك، بين بطريقه انه بدي حسس العالم انه انا متاثره او انا انسانه او انا، وكثير عالم بيجوك هيك بدك تنشهر على حساب هالقضيه، بدك تنشهر على حساب هالموقف. انا دائما بعمل اللي بقدر عليه، دائما خلوا بعقلكم وحطوا براسكم انا بعمل اللي بقدر عليه وما بقصر، بعمل اللي يعني اللي قوه اعمله وما بقصر. اذا في شيء انا ما عم بعمله في سبب، بس انا ما بقدر احكي لكم السبب. اذا في شيء ما بقدر احكي في سبب، بس انا ما بقدر احكي لكم ليش. بالنهايه انا مش مجنونه، في عندي عقل وفي عندي اسبابي الخاصه، بس بتضل هاي اسبابي خاصه، ما بقدر، هي اسمها خاصه، ما بقدر اطلع احكي لكم شو هي الاسباب. بس مثلا انا هذا الموضوع ما بقدر احكي عنه لانه في شغلات بتمنعني، بس ما بقدر اطلع لكم شو هي الشغلات اللي بتمنعني. المهم جايز هذا الفيديو حيكون طويل،
هلا تقريبا حيصير 20 دقيقة، بس لأنه ما حبيت أقطعه، حبيت هيك أحكي اللي بقلبي، وحبيت كمان هيك إذا لاحظتوا حتى طريقة كلامي كتير كتير هادية، يعني بطريقة معينة، لأنه ما حبيت حتى إنه انفعل فيه، حبيت أحكي بطريقة إنه هيك حافظ على مستوى صوتي، لأنه في كتير للأسف عالم تصطاد بالماء العكر، عالم تحاول إنه تلاقي عليك شيء تحكيه لأنه ما بيلاقوا شيء يعني. وعلى فكرة أنا إذا بطلع وبحكي عن هالعالم بعرف إنه أنا صوتي بيوصل لملايين، صوتي يعني أنا هلا إذا بطلع بقولكم هالفنان هاد ابن 60 ما بعرف شو، رح تصدقوني، رح تقولوا واو أو ماي جاد هالفنان شو كيف هيك، بتكرهوه بتروحوا بتهاجموه. ليش؟ لأنه أنا حدا صادق، لما في شيء بقدر أحكيه رح أحكيه، لما في شيء بدي أعبر عنه حعبر عنه، يا أما أحكي بالمرة. تذكر مرة قلت لكم بدي أعمل فيديو عن المشاهير اللي قابلتهم ورأيي الصريح فيهم، ما عملته. ليش؟ لأنه لما بحكي رح أحكي بصراحة تامة، ممكن أخرب شغلات كتيرة. فقلت لنفسي لا، يا أحكي بصراحة تامة يا ما أحكي نهائيا، وسكرت أمي وأسكت. نفس الشيء كل مواضيع الحياة، يا أما أحكي أحكي يا أما ما أحكي وأسكت وسكرت أمي، هيك أحسن، احتراما لنفسي واحتراما لكتير قصص. لهيك مثلا أنا ما بحكي مواضيع سياسية، يعني المواضيع السياسية يا أما أحكي فيها 100%، مش بس 100%، يا أما احترم الكل وأسكت وادعي، ادعي قول انه قلبي مع ناسي وبلدي واهلي، بس بدون ما احكي بموضوع انا راح احكي عنه كلمتين واسكت، لانه الكلمتين ما حيكونوا حلوين. يا اما احكي بموضوع كامل، يا اما اذا ما بقدر وعندي اسبابي بتخليني ما بقدر اسكت، احترم حالي والمتابعين تبعي اسكت. انا هيك نظامي، يا بحكي كل شيء يا ما بحكي، يا بفضفض كل شيء يا بسكت. بحاول اكون معكم صريحه قد ما بقدر، ما بعرف جايز، بس حبيت فضفض لكم بهذا الفيديو، حبيت احكي كتير قصص. شكرا لكل العالم اللي بعثوا لي رسائل بتجنن، بعثوا لي دعم بجنن، بعثوا لي كلمات رائعه كتيره، بحبكم وانا قويه كتير واقوى مما تتخيلوا. اصلا انا ما عندي فرصه اكون ضعيفه جايز، للامانه انا ما عندي فرصه اكون ضعيفه، انا مو شخصيه اقدر اكون ضعيفه، تعكنت، لانه انا اذا 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 صرت ضعيفه في كتير عالم بيشوفوني قوتهم، مش من متابعين، بحياتي الشخصيه العاديه العائليه والناس اللي متاثره فيها بالحياه الواقعيه تبعي، في كتير عالم بيشوفوا نور قوتهم، فاذا نور انكسرت رح هم ينكسروا. فلا، انا ما اقدر اكون ضعيفة، حتى لما اكون ضعيفة اخفي ضعفي، اخفي تعبي، اخفي حزني عن العالم، والله دائما يقويني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله دائما يقويني. احبكم، I love you guys so so much، and اتمنى يعني الكلام اللي حكيته وصل، الكلام اللي حكيته وصل عقلكم، بعرف انه حيوصل عقلكم محبيني اكتر، وبعرف انه في كتير عالم بتحكي، في كتير اشاعات بتطلع، بس جايز بليز يعني اي شيء بيحكوا عالم فكروا فيه قبل ما تقولوا اوه صح ولا غلط. انتوا اللي متابعيني من سنين او حتى من اشهر بتعرفوني انا شو، يعني يا ريت تحطوا بعقلكم انه مهم. جايز انا بحبكم كتير، وبتمنى اشوفكم على طول سعيدين ومبسوطين، وانا ان شاء الله قوية، وفي كتير فيديوهات انا مصورتها من شهر 7 وشهر 8 وشهر 9 حتنزلكم بالايام الجاية، في كتير قصص جايتكم بالايام الجاية. انا كتير بحبكم، وبتمنى انكم تكونوا سعيدين ومبسوطين. باي باي.